القاهرة محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. إذا لاحظنا مع بداية تعاملات هذا العام لأداء الدولار الثبات وأقرب إلى الاستقرار في المناطق الإيجابية ومرتفع قليلا، ما الذي يدعم الدولار في هذه الأوقات؟ صباح الخير. صباح الخير. بالطبع الدولار الأمريكي يعد من أكبر المستفيدين في عام 2021 مرتفعا بأكثر من 7% خلال العام المنصرم. كان ذلك لعدة عوامل، أولها التحسن المستمر في الاقتصاد الأمريكي بعد انتشار الجائحة وضخ مزيد من التحفيزات الضخمة في الاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى، مع ارتفاعات التضخم المستمرة خلال الفترة الأخيرة ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 40 عام تقريبا، دفع ذلك الفيدرالي الأمريكي للحديث حول تجديد سياسته النقدية، والتي شاهدناها في اجتماع نوفمبر الماضي حينما بدأ في الحديث عن تقليص أو البدء فعليا في تقليص برنامج شراء السندات ب 15 مليار دولار. ومن ثم في اجتماع الشهر الماضي الذي قرر فيه رفع هذا التقليص إلى 30 مليار دولار شهريا بداية من الشهر الحالي حتى نهاية البرنامج في مارس 2022. أيضا تسعرت الأسواق أن يقوم الفدرالي الأمريكي في السابق أن يقوم بأول رفع لأسعار الفائدة في منتصف العام الجاري، نعم. يونيو، في شهر يونيو تقريبا، ولكن بدأت الأسواق تسعر أن الفدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة في وقت قريب جدا مما كان تتوقعه الأسواق. أيضا خلال هذا الأسبوع ستتجه أنظار الأسواق نحو بيانات التوظيف الأمريكية، والتي ستضفي مزيد من الدعم أو ستعطي مزيد من الدعم لقرارات الفدرالي الأمريكي نحو تجديد سياسته النقدية خلال عام 2022. نعم أستاذ محمد، يعني حتى عن اليورو إذا لاحظنا استفاد بشكل كبير من الاستقرار الحاصل في أسعار الدولار وتحديدا مؤشر الدولار، هل نتوقع يعني التخفيف من حدة التراجعات التي كانت قد أثرت على أداء اليورو في منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي؟ اليورو كما نقول ما بين مطرقة ضباط فيروس كورونا وسندان الإبقاء على السياسة التسهيلية الحالية. في آخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي يعتبر لا يتعجل في تجديد سياسات النقدية، وربما نرى بداية التفكير في تجديد السياسة النقدية في بداية عام 2023، وما قد يضغط كثيرا على اليورو مقابل الدولار بشكل خاص، خاصة مع بدء الفدرالي الأمريكي تجديد سياسات النقدية ومع الفوارق في السياسة النقدية ما بين البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي، ربما نشهد مزيد من الضغط على اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وستكون مستويات 1.1185 أو 65 مستويات دعم قوية جدا في تحديد مصير الاتجاه لليورو خلال العام الجديد. لذلك قد نشهد بعض الضغوط واستقرار اليورو في مناطقه الحالية طالما ظل دون مستويات 1.15 وأعلى مستويات 1.12، ربما يستقر في هذه المنطقة لفترة من الوقت إلى حين اتضاح الرؤية من ناحية إصابات فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى اتجاه الفدرالي الأمريكي لتجديد السياسة النقدية. هذين العملين سيكون لهما تأثير كبير على تحركات اليورو خلال العام الجديد. نعم، إذا أستاذ محمد أيضا حول الأسواق الآسيوية لاحظنا هنالك ارتفاع واضح في الين الياباني، يعني ما هي الأسباب التي دعمت؟ هل هو يعتبر كملاذ آمن في يعني ظل الحديث عن الانتشار الأوميكرون وأيضا يعني الإصابات وبعض الإغلاقات في الدول الآسيوية؟ بالضبط، الين الياباني يعتبر أحد الملاذات الأمان التي تتجه إليها الأسواق في حالات المخاطرة أو في حالات ارتفاع أو عدم اليقين أو عدم الاستقرار. ولكن لو لاحظنا خلال عام 2021 سنجد أن الين الياباني من أكثر الخاسرين أمام الدولار الأمريكي، فقدا 10% من قيمته أمام الدولار الأمريكي. كل ذلك كما قلت في البداية أن الدولار الأمريكي يتحسن والاقتصاد الأمريكي يتحسن والتضخم مرتفع والفدرالي سيتجه لرفع أسعار الفائدة. الين الياباني يواجه أيضا بعض الضغوط بسبب أن التضخم يرتفع ولكن ليس بالوتيرة التي يرغب فيها البنك المركزي الياباني، لأن التضخم لا يزال بعيدا عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي الياباني. نعم، لذلك الدولار الأمريكي قد يسيطر على الوضع أو يسيطر على
الأوضاع أو الأحداث خلال العام الجديد. نعم، يعني ذات التأثيرات التي أثرت على الين الياباني هي تؤثر على اليوان الصيني، يعني تحديدا فيما يتعلق بمعدلات مرتفعة من التضخم في الصين، وأيضا الحديث عن إغلاقات في بعض المناطق هناك. الصين يعني ربما يختلف الوضع قليلا بسبب سيطرة البنك المركزي أو الحكومة هناك، يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي، ولكن اليوان يختلف عن الين. الين هو ملاذ آمن، لكن اليوان ليس ملاذا آمنا، هو عملة ترتبط بالاقتصاد الصيني، والاقتصاد الصيني أيضا هو الآخر يسير في اتجاه التحسن خلال الفترة القادمة، وهذا ما سنتابعه خلال عام 2022، هل سيؤثر بشكل كبير السياسات التشددية من قبل الفدرالي الأمريكي على سياسات البنك الاحتياطي أو البنك الصيني الشعبي، وهل سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من ضعف اليوان أو السيطرة على قوة اليوان، كما نعلم أن الصين هي مصنع العالم أو المصدر الذي تخرج منه أغلب الصادرات في العالم. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.